قصة قصيرة لكنها بح عبرة. واحد من الزملاء أحمد عبد الله السديري الله يذكره بالخير قص علينا قبل ليلتين. يقول عام 2005 طالع للدوام ومستعجل. يقول لي يوم لفيت معك الشارع ولاك الشاب يا حول عصا ومرأ شاب كبير ايه. آسف ايه. ومرأ يطخه ويطيح على الرزفل يا حول تزلق الشايب جاء بشيله قال لا رح قال لا بشيلك شاله حطه بالسيارة ووداه لمستشفى الملك سعود نحر الطوارئ شاف ظل واحد من زملائه بالطوارئ قال وش عندك قال انا صدمت له شاب كبير وجايبه له كذا اي تمام وجايبه له المهم سووا له اسعافات مرهم وشاش وزينوه وضبطوه قال نبي نتصل قال لا تتصلوا ولا زينوا شيء ابد يقولها الشاب الكبير هو يودين البيت ايه يقول قال ركبته ورجعت منه لما وصلنا بيته نزلته عضته لما دخل عند البيت رحت لدوامي طبعا اتصلت على الزملاء بالدوام قلت ترى هذه سالفه وهذه سالفه تبى تاخر شوي قالوا ما شافوه عيال عند الباب لا ما شافوا احد هو قال له يلا لا شغل لا يشوفك احد عند الباب عيالي اشرد يقول رسبت السياره رحت لدوامي تقول يوم صار بالليل قلت باسر ابى امر بمر خاف لو جاي شيء يقول يوم جيت من حالي والله جالس مع شيبان ومع الشباب الكبار يسولف قلت إيه سلمت عليهم قال الله يسلمك مع السلامة يقول هو يقول راحت الأيام ودارت الأيام يقول يوم إني بغيت بالزواج قلت له طبعا هو أكبر الأسرة من الذكور يقول قلت لأخواتي ودي أتزوج إيه قلت لي يمكن أسبوع قال والله ذكر لقينا بنية تصلح لك عند العائلة فلانية إيه قلت خير إن شاء الله يقول صار عندهم خبرة للبنت إنه إني أبي أجي لأمهم أنا فلان يقول رحت يوم اللي وصلت الباب أنا والله إني أعرفه لكن كان من عمارة ومن استراحة تقول يعني صار عندي ثاني حال إنه إيه يقول طقيت وفتحوا لي يقول اللي ناطح أنا عيالي يوم أنا شايف الباب قلت أكيد هذا بيت الرجال اللي حصل قبل 7 أو 8 سنين لكن ما شفته قدامي يقول دخلت وجلست وتقهويت وتقدمت بصفة رسمية قالوا خير إن شاء الله نرد عليك بعد أسبوع الشاهد أنه بعد أسبوع ردوا عليه بالموافقة قاموا ودفع المهر وجاء وقت الزواج وتزوج وسافر هو زوجته شهر عسل يقول يوم أخذنا لنا تقريبا أسبوع أو 10 أيام ده مرة جي وأسأل قلت الوالد متى توفي قال توفي قبل 3 سنين يعني بعد الحادث 5 سنين أيه. يقول قلت طيب ما عمره جرى شيء ولا شيء ولا راح ولا جاء قال أتبت بس كنت صدمه واحد الله تبدأ تحل بس عليه ولا استفدت ما قلت شيء أيه. طيب عسى يعني توفى من الحادث قالت لا طاب ما بلا العافيه بس عقب ذلك كبير بس الله يغفر له ويرحمه وتوفي يقول اسكت رحنا وقضى شهر العسل وجيت بالليل نمنا بالبيت يوم صار بكره واروح قدام الظهر حول العصر ولا هم كلهم امهم والعيال وزوجتي يوم جلسنا نسولف قلت يا الربع والدكم الله يغفر له ويرحمه توفي متى؟ قالوا قبل 3 سنين قال ما مصر له شيء حادث ولا قال لا والله قبل هذا ياكل لسانه ايه قبل 8 سنين طخ واحد وعيله يعلمنا منهم عيله يعلمنا وحنا حلمنا اسمع عليه من الدعاء يعني لو جاءه ربع دعوه واحد منا سميت قبل ابونا ب5 سنين يقول قلت ترى انا اللي صادم ايه قالت المهم الله يحللك ويجزاك الجنه هو والديك عقب ما شلته انت وديته مصاصه ورجعت به وتاكدت عليه من بكره انه ما بلا العافيه لا بالله الله يجعلك بحل ابيض وجه ابي وبيض وجهك اليوم ودوم ان شاء الله إيه هذه سالفه احمد السليم ترى في اشاره في السالفه حلوه سم انا باخذها
تقول انهم يقولون حلبنا السماء، يعني دعينا الله عز وجل ان الله ينتقم منك، ان الله صب عليه صب. اي ولذلك شوفوا يعني هم دعوا كلهم بناء على الكلام الان، دعوا كلهم، ولكن الله عز وجل عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. الله الله عز وجل عادل لا يظلم. فبالتالي لو كان كل دعوة أبا أقولها بمزاجي، لا، لابد أن تكون دعوة حقيقية على من يستحق في مكان يستحق فيه الدعاء. لذلك نحرص أنه إذا دعينا يعني خذ بنتهم، دعوا عليه وخذ بنتهم، يعني بعد الدعوة. الله يسعدكم ويرفع قدرك. دعاء بالإثم وقطيعة الرحم لا يستجيب. يا سلام. الله يا سلام.